في أحد الأيام كانت كل من تريشا وديشا تجلسان معا تستمتعان بغدائهما. أنا جائعة، معي كري وخبز نان يوم. إنها رائحة لذيذة. يوم تعدد الحضارات الأسبوع القادم. لا تنسوا أن ترتدوا الملابس المناسبة. ما هذه الرائحة؟ إنه رائحة كاري تريشا. أنا لا أحب رائحة. ماذا تقول تريشا؟ يبدو مقرف. نوع من الكاري أبوك. إذا لم يروني أتناول غدا، فلن يقولوا شيئاً عنه. لا أريد فتحه بعد الآن. تذكري إنه يوم تعدد الحضارات غداً. هل أقطعها هكذا؟ اليوم عملت للجميع كاري. واه إنه جيد. ما في داخله أحب.